أهلا بكم من جديد. نبدأ النشرة من الشأن المحلي، حيث كشف وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد أن شركة مطار البحرين حققت أرباحا صافية بلغت 7,600,000 دينار خلال العام 2016، بزيادة كبيرة تقدر بنسبة 40% عن العام السابق، مشيرا إلى أن الشركة تطمح في تحقيق 10,000,000 دينار أرباحا صافية في العام 2017. وقال الوزير في تصريحات لصحيفة الأيام إن الأرباح التي حققتها الشركة ستستخدم لتمويل إدارة عمليات وصيانة المطار وتنفيذ مشاريع لتطوير البنية التحتية للمطار، مثل إنشاء مبنى متعدد الطوابق لتوقف السيارات وإنشاء مواقف الطائرات وإنشاء مشروع خزانات وقود الطائرات وغيرها من المشاريع التطويرية الأخرى، والتي كانت في السابق تمول من الميزانية الحكومية. وأكد الوزير أن إنشاء شركة مطار البحرين أسهم في إدارة وتطوير المطار وإدارة عملياته وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها. في خبر آخر، قال تقرير لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر فبراير 2017 إن قيمة إجمالي الواردات السلعية بلغت نحو 333 مليون دينار خلال شهر فبراير الماضي. وبحسب التقرير تحتل الصين المرتبة الأولى في حجم الواردات التي بلغت 40 مليون دينار، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 34 مليون دينار، بينما تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بلغت 24 مليون دينار. ومن جانب آخر، بلغت قيمة إجمالي الصادرات الوطنية المنشأ حوالي 177 مليون دينار، حيث صدرت البحرين إلى دول العالم سلعا عدة، حيث كانت أسلاك الألمنيوم أكثر السلع تصديرا خلال شهر فبراير لعام 2017. وتأتي في المرتبة الثانية خامات الحديد ومركزاتها، تلتها الحلي ومجوهرات الذهب، والتي بلغت قيمتها 16 مليون دينار خلال الشهر ذاته. أكد خبراء مصرفيون أهمية تهيئة نظام قانوني داعم لصناعة التمويل الإسلامي، مما سيسهم في توفير بيئة مواتية للمصارف الإسلامية للإسهام في تحقيق أهداف التنمية في المجتمعات التي تعمل فيها. جاء ذلك في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمه المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بمبادرة من مجموعة البركة المصرفية، وذلك حول تحديات الإطار القانوني لتطوير الصيرفة الإسلامية. وقد شهد الاجتماع عرض أوراق بحثية من تجارب 6 دول، والتي تم فيها تقييم وفهم أثر الإطار القانوني على تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وتم عرض حالات عملية خاصة بتجارب كل من البحرين وماليزيا والمملكة العربية السعودية والسودان وتونس والمملكة المتحدة. في الحقيقة هذه الطاولة المستديرة والنقاش حول إطار القانوني للصيرفة الإسلامية، ممكن أقول أنه أول مرة تتاح فرصة نقاش هذه المعطيات، لأنه ما بين التحديات وأكبر التحديات المعروفة عالميا ونص عليها صندوق النقد الدولي في اجتماعه الأخير، اجتماع محافظين الصندوق، أنه إيجاد إطار قانوني ورقابي للصيرفة الإسلامية، والكلمة كما ترون فيها القانون وفيها الرقابة. الحقيقة أننا نذكر بالتقدير مبادرة البحرين لإيجاد البنوك الإسلامية والمعايير الشرعية والمعايير المحاسبية، وهذا شيء استفاد منه العالم الإسلامي بأسره، ولكننا نريد أن تضيف البحرين من خلال البنك المركزي أيضا إيجاد تشريعات نمطية تساعد المؤسسات المالية للرجوع إليها، وتساعد القضاة والمحامين للتقيد بها، لأنه قد يحصل جور على المؤسسات المالية من تصرف بعض القضاة البعيدين عن مجال المصرفية. في سياق متصل، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف للنشرة الاقتصادية حاجة صناعة الصيرفة الإسلامية الملحة إلى وضع تشريعات تحكم عملها مع الاعتراف بمعايير محاسبية خاصة، كما هو الحال مع تجربة البحرين الرائدة في هذا المجال. الصيرفة الإسلامية كبرت إلى حجم، يعني حان الوقت لتبني تشريعات خاصة بهذه البنوك. وأنا أثرت في كلمتي
أن سنة 1985 قام البنك المركزي في البحرين أو مؤسسات نقد البحرين في ذلك الوقت بتبني البنوك الإسلامية، ولولا تبنيها للبنوك الإسلامية لما وجدنا الآن البنوك الإسلامية بهذه القوة. فأظن حان الوقت كذلك الآن لنطلب ونترجى من البنك المركزي أن يأخذ على عاتقه موضوع التشريعات، لأن البحرين يعني حجمها يمكن أن تضع التشريعات وبعديها تنتقل هذه التجربة للدول الأخرى. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. لندن تفرض ضريبة جديدة على السيارات التي يعود تاريخ صنعها إلى ما قبل عام 2006. نواصل النشرة وإياكم مشاهدين من أداء البورصات الخليجية، ونبدأ مع بورصة البحرين والتي أغلقت عند مستوى 1346 نقطة بانخفاض تجاوز مشاهدين النصف نقطة مئوية. أما بالنسبة لأداء السوق المالية السعودية فقد أغلقت عند مستوى 6990 نقطة بانخفاض طفيف بلغ 0.16%. وبالنسبة لأداء بورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 7021 نقطة بانخفاض طفيف أيضا بلغ 0.11%. وبالنسبة لأداء سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 4449 نقطة بارتفاع طفيف بلغ مشاهدين 0.14%. وبالنسبة لأداء سوق دبي المالي فقد أغلق عند مستوى 3491 نقطة بارتفاع طفيف أيضا بلغ 0.32%. ونأتي لأداء سوق مسقط للأوراق المالية والذي أغلق عند مستوى 5537 نقطة كما هو موضح مشاهدينا على الشاشة بانخفاض طفيف أيضا بلغ 0.23%. ونأتي أخيرا لأداء بورصة قطر والتي أغلقت عند مستوى 10397 نقطة بارتفاع طفيف جدا بلغ 0.7%. وبالعودة إلى بورصة البحرين فقد تداول المستثمرون في البورصة أكثر من 17 مليون سهم بقيمة إجمالية مشاهدين قدرها 2,100,000 دينار تم تنفيذها من خلال 98 صفقة. وقد ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع التأمين والذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1,350,000 دينار، أي ما نسبته 64% من القيمة الإجمالية للتداول.